stuff. أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء في المحاضرة العاشرة ضمن منهاج تدريب الصيف الإلكتروني الذي تنظمه شركة نفط الشمال لطلبة جامعة موطن كلية هندسة النفط والتعدين. محاضرتنا اليوم بعنوان تطبيقات الجيوميكانيكية في الصناعة النفطية والغازية، والتي سيلقيها علينا الأستاذ مصطفى جلال حسن، مهندس أقدم في شركة الحفر العراقية. أستاذ مصطفى جلال حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة النفط من جامعة كركوك، لديه خبرة أكثر من 9 سنوات في المجال النفطي وبالأخص في مجال الحفر. حاصل على العديد من الشهادات التقديرية وشهادات الاختصاص، حاصل على شهادة IWCF العالمية المستوى الرابع، حاصل على شهادة مشاركة IWCF المستوى الخامس. فليتفضل الأستاذ مصطفى جلال حسن، مشكورا في إلقاء محاضرتي لهذا اليوم. أشكرك أستاذ عمر على هذا التعريف. طلاب إن شاء الله راح نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم، اللي هو Geomechanic Applications on Oil and Gas Industry. محاضرتنا راح يصير أول شيء Introduction and Importance، يعني تعريف على الجيوميكانيكا وأهميتها. بعدين Drilling Application، تطبيقات جيوميكانيكية في مواضيع الحفر، اللي هو عندي Well Bore Stability and Well Design، وعندي Under Balance Drilling. عندي التطبيقات الجيوميكانيكية الثانية، اللي هو production from natural fracture, hydraulic fracturing, reservoir compaction, sand production and prediction. آخر شيء إن شاء الله راح نخصص مجال الـ question and answer. نجي على introduction and importance. هذا التطبيقات الجيوميكانيكية بداية مالت وين كانت؟ أول ما حفروا، يعني حفر آبار، شافوا بدون مثلا ما عندك هنا درلينج فلود أو درلينج مال، شافوا يصير عندي مثل ما تشوفون هنا، صار البير هو أنت حفرت دائري، صار مثل إليبس بيضوي. شنو تأثيرات هذا عليه؟ هذا بعدين كدراسة شافوا كل هذا نتيجة الإجهادات، عندي إجهادات maximum stresses, minimum stresses، هذا التعريفات كلها راح نجي عليه بالتفصيل واحد واحد. بس المهم شلون يعني بداية ما كان هو يعني مثلا حفر كان حفر دائري عادي مثل ما بقيت الآبار، ولكن بمرور الفترة هاي الحفر الدائري كان صار على شكل بيضوي مثل ما تشوفون نتيجة الإجهادات الموجودة تحت الأرض. هذا مختصر مفيد يعني حتى تعرفون ذاك كان شيء واقعي. هذا البير عندك هنا مثل ما تشوفون هاي الجهة يصير عندك بريك أوت، هذا الجهة يصير عندك بريك داون. هذا مصطلحات بريك أوت والبريك داون ضروري كلش تعرفوه. البريك داون قصده يعني فراكتشر بهذا الاتجاه يصير الفراكتشر. البريك اوت اللي هو كولابس يعني تهدم، يعني هاي الجهة مثل ما تشوفون هذا الجهة اللي هو هذا بريك اوت، هذا هسه هم نرجع هنا هاي الجهة هذا المؤشر، هذا الجهة يسموه بريك اوت. بريك اوت يعني اللي يصير عندك بي تهدم عليه. بس اذا صار فراكتشرين يصير عمودي على هذا الاتجاه، يصير راح يصير بهاي الجهة. فمثل ما تشوفون هذا فراكتشرينج، هذا الفراكتشر اللي هو فراكتشر نسميه بريك داون، واللي كولابس نسميه بريك اوت. فمثل ما تشوفون هاي الخط الاخضر صار تصير هنا عندك بريك اوت، البريك اوت يصير باتجاه مينيمم ستريس، وعندك بريك داون اللي هو تنسايل فيلير باتجاه ماكسيمم ستريس. هسه نجي على التعريف اللي راح يصير عندنا جزئين، اللي هو روك ميكانيكس جيوميكانيكس. شنو فرق بين روك ميكانيكس وشنو فرق بين جيوميكانيكس؟ روك ميكانيكس اذا انا درست بس الاجهادات اللي موجوده على الارض، على هاي الصخور اللي تصير عندي تحت الارض، ادرس الاجهادات اللي موجوده عليه، هذا نسميه
روك ميكانيكس. اما الجيوميكانيكس اذا انا درست صفات الصخور ويا المواقع اللي بداخله، فهذا المواقع ويا صفات الصخور اثنيناتهم يشكل لي جيوميكانيكس. فشنو الفرق بين روك ميكانيكس وجيوميكانيكس؟ روك ميكانيكس فقط ادرس الاجهادات والخواص الصخور تحت الارض، خواص هذا الصخور نتيجه تاثير هذا الاجهادات عليه. الجيوميكانيكس ادرس نفس الشيء روك ميكانيكس اللي هو تاثير الاجهادات على الصخور، في نفس الوقت تاثير الفلوت على الصخور بصوره مجتمعه. ففرق بيناتهم يعني جيوميكانيكس هو اشمل من روك ميكانيكس. روك ميكانيكس يدرس لي بس فقط الاجهادات، يعني اكو مواضيع اتصور انتم تعرفون روك ميكانيكس اللي هو مثل مقاومة المواد. احنا درسنا مقاومة المواد اللي هو اخذنا صفات المعادن تنسال فيليار كومبريشن فيليار، هذول كلهم بالمختبرات احنا درسناها يعني في جامعة كركوك. ما اعرف يعني جامعة موصل شنو اللي ماخذينه، بس بالمقاومة المواد او بالميكانيك اخذنا صفات الصخور. فهنا عندك صفات المعادن، هنا روك ميكانيكس يدرس الاجهادات، اجهادات تنسايل فيلير او كومبريشن فيلير. جيوميكانيكس هو نفس روك ميكانيكس لكن يتضمن وياه صفات المواقع موجوده داخل الصخور. نجي هنا روك ميكانيكس حكينا عليه، تطبيقات مالته قلنا لكم تطبيقات الحفر دريلينج بور هول ستابيليتي، استقراريه جدار البير، فورميشن بريك داون، يعني يصير عندك بريك داون اللي هو فراكتشر اللي هو يصير عندك لوس، بريك اوت اللي هو عندي كولابس. نجي على استيموليشن، عندي استن تطبيقات روك ميكانيكس او جيو ميكانيكس في استيموليشن، لان انا من اعرف صفات الصخور ادرس صفات الصخور اعرف الفراكتشر بيا اتجاه يصير بريك اوت بيا اتجاه يصير، فمن اسوي ديزاين للفراكتشر عم اسدا فراكتشرينج واعرف اتجاه مالته بالضبط بيا اتجاه يصير، واعرف ايش قد مقدار اسوي فراكتشر، يعني لازم انا ما يعني هذا الفراكتشر مسيطر عليه، ما يصير انا اسوي فراكتشرينج بابعاد انا ما اعرف الابعاد مالته. كدراسه من تدرس صفات الصخور انت راح تعرف ايش قد راح تسوي فراكتشرينج بالصخور. هسه نجي على هذا اللي هو هذا روك ميكانيكس، عندك اربع مواصفات كلش مهمه في روك ميكانيكس، عندك يانج موديلز، بويزن راشيو، بولت موديلز، شير موديلز. هذول اربعه واحد مرتبط بالثاني، اذا انت تعرف اثنين البقيه بنتيجه المعادلات اللي موجود عندك تقدر تحول من واحد للثاني. فاذا انت اكثر شيء راح يصادفكم احتمال بالروك ميكانيكس راح تاخذون يانج موديلز اند بويزن ريشيو. اذا انت عرفت يانج موديلز وبويزن ريشيو فشي كلش بسيط راح تقدر تطلع شير موديلز. هسه راح نجي عليه معادلات مالته، وفي نفس الوقت اذا عرفت يانج موديلز بويزن ريشيو تقدر تطلع بولك موديلز. بولك موديلز اللي هو عكس الكومبرسبيليتي. هسه هنا تشوفون بولك موديلز كومبرسبيليتي، كومبرسبيليتي اكيد انتم ماخذينه بالمكامل ضغاطيه الصخور، مثل ما تشوفون compressibility يساوي inverse للبولك موديلز، هو العكس بولك موديلز. فاحنا هسه هذا الجزء من ندرس روك ميكانيكس راح ندرس هذول الاربع مواصفات اللي هو عندي يانج موديلز، بويزن ريشيو، شير موديلز، وبولك موديلز. نتيجه هنا المحاضره اكثر شيء يركز عليه انا عندي جزئين من ستاتيك تيست وديناميك تيست، فحص مختبري وفحص دايناميك اللي هو انت راح تسوي دايناميك تيست بعمليات اللوك. من اللوك تقدر تطلع هذا المواصفات، اذا من اللوك طلعت المواصفات البويزن ريشيو، يانج موديلز، بولك موديلز، شير موديلز، هذا يسموه دايناميك موديلز. واذا انت بالمختبر اوجدت هذول القيم يسموه static models. فاحنا راح نجي ليش مثلا انا مثلا
ألجأ لا هو أول شيء يا هو آي أخذ نظر الاعتبار بالدراسات مالتي. static models هو اللي شيء صحيح. static models يعني أنت تسوي تجارب ضمن بالمختبر هو هذا الأصح شيء. بس أنا ليش مثلا بعض مرات ألجأ إلى dynamic models اللي هو نتيجة اللوج مالوج. أنا ما عندي الكورات بالبير، أنا كل متر أريد أطلع كور أطلع كور تكلفة مالته كل شيء هواي يصير، فنتيجة الكلفة أنت ما تقدر كل متر أو كل مثلا هذا تطلع المواصفات مالته، فتلجأ إلى اللوج. اللوج أنت كل سنتيم مو بس كل متر، كل سنتيم عندك المواصفات مالته تقدر من دايناميك موديلز تطلع من تطلع دايناميك موديل من اللوج، بعدين تسوي كورليشن. كورليشن عندنا بعدين هسه نجي عليه بين دايناميك موديلز تحول على ستاتيك موديلز حتى تشوف ستاتيك موديلز مالته. بس اني اهم شيء اللي اطبقه في عمليات الفراكتشرينج في الويل ديزاين، يعني انا هسه مثلا مو قلنا بالتطبيقات مال الحفر عندي ويل ديزاين هم بيها بعدين نجي عليه، اني استخدم ستاتيك موديلز. نجي ورا ما عرفنا هذا الاربعه قلنا لكم هذا انت تعرف اثنين كلش كافي، تعرف يانج موديلز بويزن ريشيو بالمختبر كافي، اكو معادلات تقدر تحول على بولت موديلز وعلى شير موديلز. وقلنا هسه مثلا هذا اذا ستاتيك درسنا كدايناميك من اللوج اجيب القيم مالته بعدين اسوي كورليشن اقدر اطلع هذول القيم. نجي فرضيات اللي فارضينه في روك ميكانيكس او بجيو ميكانيكس في الحقول. الفرضيات عندي هوميجينياس وعندي ايسوتروبيك وعندي لينير الاستيك. هاي الفرضيات ليش فرضوها؟ لان جيو ميكانيكس يصير شيء كلش معقد اذا هذول تاخذ مثل اذا تاخذ هيتروجينيتي يصير عندك فتشي يعني اعقد. هو المفروض هو في رياليتي انت ما عندك هوموجينيوس، ما عندك ايزوتروبيك ولا عندك لينير الاستيك، بس تصير فتشي كلش صعب يعني ما تقدر بعد يعني ماكو مثلا فد برامج او شو اسمه ياخذ هذول كله بنظر الاعتبار. فمن فرضيات اللي يفرضوها بالبدايه حتى يوصلون الى قيم او نتيجه مقبوله مثل ضمن 80% او 70% يفترضون عندي هوموجينياس. هوموجينياس تعريف مالت smallest element has simple physical properties as body as whole، يعني جزء صغير من ال يعني يعطون فد مقطع صغير من الفورميشن يقولون هذا الجزء يغطي هاي الفورميشن كامل. ايزوتروبيك واللي هو خواص الكيرموبيليتي مثلا اذا اني الخواص مالتي بالاتجاهات جميع الاتجاهات كلها نفس الشيء بيرموبيليتي هذا ايزوتروبيك، واذا مختلف البيرموبيليتي هذا يسموه ان ايزوتروبيك. فشنو الفرق بين هوموجينيوس وايزوتروبيك؟ فرق بيناتهم هوايه. هوموجينيوس انت تاخذ شيء صغير من الفورميشن وتعمم على فورميشن على اساس فيزيكال بروبرتيز، ايزوتروبيك لا حسب الاتجاهات راح تاخذه. لينير الاستيك، لينير الاستيك هسه هم نجي عليه. عندي مثلا اللي يفترضوا انا عندي دائما لينير الاستيك، فهو مو لينير الاستيك بالحقيقه بس هو يفترضوا هذه الفرضيات حتى يتوصلون الى نتيجه مقبوله. نجي على هوموجينياس. هوموجينياس شافوا good if the rock type in zones of interest are similar. يمت عندك less accurate، عندك هنا good و less accurate. Like as accurate for layering and varying formation. Layering and varying formation اللي هو نقصد بها بالشيل. شيل عبارة يصير عندك عبارة عن طبقات layering يصير بها. فانت فرضيات الهوميجينيوس في الشيل يصير عندي less accurate. يعني كلش less accurate عندك. وعندك good if the rock in the zone interested are similar. إذا عندك مثلا خلال المقطع كله نفس الشيء ففرضيات هوموجينيوس تصير عندك أوكي. فحتى الهوموجينيوس بعض المرات
يعني إذا أنت تتعامل ويا طبقات الشير لازم تأخذ بنظر الاعتبار هيتروجينيتي، ما تقدر تتعامل ويا على أساس الهوموجينيس. بس إذا تتعامل مثلا اللايمستون أو غير الطبقات تقدر تتعامل ويا على أساس هوموجينيس. آيزوتروبيك قلنا آيزوتروبيك يصير على ضمن اتجاهات good in horizontal plan، يعني إذا أنت كهوريزونتال إذا تأخذه يصير عندك شيء نتائج ينطيك good. less accurate in vertical plan، ليش in vertical plan عندي less accurate؟ لأن vertical stresses يصير عندي إجهادات مالته كلش أكثر فيصير عندي less accurate. linear elastic، linear elastic فرضيات مال linear elastic ينطيك نتائج كلش زينة في hard rocks وينطيك less accurate in soft and weak rocks. فمثل ما قلنا لكم هذا homogeneous هذا ضروري تعرفه، يا طبقات تاخذ به homogeneous، اذا صادف عندك الشيل ما شيل ما تقدر تاخذ homogeneous تاخذ heterogeneous. عندك اذا تدرس انت كvertical plan، vertical plan ما تقدر تاخذ به isotropic لازم تاخذ به anisotropic. وعندك linear elastic، باللينير elastic اذا عندك hard rock تقدر تاخذ linear elastic، لكن اذا عندك soft formation او weak rock ما تقدر تاخذ linear elastic. هسه نجي هنا شنو اللي هو linear elastic؟ elastic مثل عملية السبرينج مثل ما تشوفون هنا، يرجع بعد زوال المؤثر يرجع الى وضعية الاصلية، يعني ما عندك اي deformation بها. يعني هذا force اذا تسحبت هذا بقوة راح يصير انت هنا عندك deformation مثل ما تشوفون، هذا ستريس هذا سترين، هذا ستريس كل ما يصير عندك اكثر عندك سترين. لكن من تزيل المؤثر تزيل المؤثر يرجع على الشكل الاصلي، فهذا linear elastic. لكن في realistic، في realistic مثل ما تشوفون هنا بالتجارب المختبرية شافوه مو 100% بينه وعندك linear elastic. بوريلاستيك، بوريلاستيك يدرس الصخرة ويا الماع اللي موجود في داخله. فإذا صخرة تدرسه ويا الماع اللي موجود داخله هم نفس الشيء، عندك ستريس وعندك سترين. هنا مثل ما تشوفون هذا اللي سلوبس اللي القليل عندي هذا بدون فلود، هذا بدون فلود اللي داخل، يعني انت هنا بس ماخذ روك بروبرتيز، واذا انت تاخذ روك بروبرتيز من ضمن فلود راح يصير عندك الميل مالته اكثر فيصير عندك لينير الاستيك مالته بعد اقوى. يعني شيء يصير عندك هنا يصير عندك يعني بعد اقوى، يعني يصير عندك. فنجي هنا عندك ستفنس اند فريكونسي، هذا اللي قلنا لكم عليه اللي هو دايناميك ميجر، اللي هو اني دايناميك ميجر دائما اخذ سونيك لوك، سونيك لوك او سونيك لاب نفس الشيء او سايزميك. من استخدم سايزميك او سونيك لوك احصل على دايناميك بروبرتيز. هذا اللي تعرف مالته ياج يمثل ياج موديلز، اي هنا مثل ما قلنا اندر دريند ياج موديلز، undrained يعني بعد اللي هسه مثلا اعتبر هذا مكمن عندك، مكمن وبي فلود داخله اللي هو عندك مثلا نفط، فاذا undrained هذا يمثل لك undrained وهذا يمثل لك drained young models. فهنا اللي تعارف مع الميو فيسكوستي والفيف فورس. نجي هنا Elastic Properties، Elastic Properties مثل ما قلنا لكم أكثر شيء أنا اللي راح أخذه Young Models و Poisson Ratio. عندي Bulk Models و Shear Models يعني إن شاء الله كلش قليل عندي. كإلاستيك مواصفات Elastic Models Elastic Properties عندي Young Models و Poisson Ratio و Biot Constant. عندي هنا total stress effective stress عندي magnitude and direction. magnitude and direction الستريس عنده قيمه واتجاه، عباره عن قيمه واتجاه.
أول شيء هو ستريس. شنو هو ستريس؟ نفس وحدات ما ضغط عندي، نفس الوحدات PSI أو ميجا باسكال، نفس وحدات الضغط، لكن اللي هو في السوائل، لكن الضغط بس قيمة ما عنده اتجاه. الستريس لا، قيمة واتجاه. لهذا المواد الصلبة يصير عندي ستريس، ما أقول عليه بريجر، ولكن مواد السائلة أسميه بريجر لأن هو قيمة مو قيمة واتجاه. هذا هو هذا الستريسات اللي متأثر على الصخور. فإذا مثل ما تعرفون أي قوة مائلة مؤثرة على الفدلياس راح يتجزأ إلى قوتين، عندي نورمال ستريس وعندي شير ستريس. هذا الشير ستريس اللي هو يصير بشكل موازي للطبقة والعمودي عليه اللي هو عندي نورمال ستريس. راح نجي على التعريفات اللي مهمة، Basic Theory and the Principle Stresses. هو إذا أنتم تشوفون هذا المكعب، إذا أنت تدرس كافة الإجهادات عليه، الإجهادات عبارة عن 9 component، 9 مركبات عندي يؤثر على الصخرة. لكن هذا 9 مركبات قلصوها على 3 Principle Stresses. هذا الثري برينسيبل ستريس كلش ضروري اللي هو تعرفوه، اللي هو فيرتيكال ستريس وماكسيمم هوريزونتال ستريس ومينيمم هوريزونتال ستريس. فهو انت اذا تجي بالواقع عندك 9 كومبوننت اللي هو ياثر لك على هذا الشكل المكعب، لكن شافوا 9 كومبوننت فشي يصير عندك كلش معقد، ماكو داعي اني اعقد الامور. فانت لخصوها على الثري برينسيبل ستريس اللي هو هذا الثري principle stress، راح يختصر لك 9 component of stress. فنجي على institute stress orientation and magnitude. هذا اكيد الى قيمة واتجاه، مثل ما قلنا stress هو نفس وحدات الضغط لكن عنده اتجاه، قيمة واتجاه راح يصير. فانا اللي ك institute stress عندي vertical stress و maximum horizontal stress و minimum horizontal stress. أنا عندي orientation مالته مثل ما قيمة واتجاه. هسه هنا أنت هنا مثلا عندك هذا stress وعندك الاتجاه بيا اتجاه والزاوية مالته. والpore pressure قلنا إذا أنت تاخذ الجيوميكانكس يتعامل ويا صفات الصخور ويا fluid flow. راح نجي على an axial compressive rock strength اللي هو المواصفات هم راح نجي عليه، اللي هو unconfined compressive stress اللي هو يعني عندي tensile stress و compression stress. compression يعني تحت الضغط، يصير عندي فتشي أسوي التيست تحت ضغط. tensile stress لا، أسوي التيست مالتي تحت عملية اللود tensile. هسه نجي هنا هذا بالجيولوجي اكيد ما فينا. انا عندي نورمال فولت وستراك ستيب فولت وريفرس فولت. هذا كلش ضروري انت تعرف المنطقه اللي انت بي، انت نورمال فولت ستراك ستيب فولت ريفرس فولت. حسب هذا الفولتات يصير عندك اتجاه الفراكشر. انت هسه فراكشر بيا اتجاه، انت ما تعرف الاتجاه مال الفراكشر اذا انت تريد تسوي فراكشر او الفراكشر اللي موجوده بالطبيعه اتجاه مالته بيا اتجاه يصير انت ما تعرفه. لازم تعرف انت مثلا بيا حال انت نورمال رجيم عندك لو ستراك سليب عندك لو ريفرس عندك. فهنا بالنورمال عندي ليست برينسيبل ستريس اللي اقل ستريس اللي هو عندك ياهو اللي عندك اس اي جي. دائما دائما من تسوي فراكشر، عمليات الفراكشر او فراكشر اللي تصير بالطبيعه يصير بيربنديكولار عمودي، عمودي باتجاه عمودي على اس اتش من. فانت ضروري تعرف انت نورمال عندك نورمال فولت لو سترايك سليب فولت لو ريفرس فولت. ليش؟ حتى تعرف اتجاه الفراكشر، اتجاه الفراكشر بيا اتجاه يصير، يصير عمودي يصير افقي. مثلا عمودي يصير قيمه مالته اكبر او الافقي يصير قيمه مالته اكثر.
فدائما مثل ما قلنا الفريتشر يصير عمودي على اقل ستريس، عندك اقل ستريس اللي هو اس اتش من، فيصير هذا الفريتشر عمودي عليه مثل ما تشوفون هنا، هذا اللي اس اتش من فيصير عمودي الاتجاه الفريتشر على هاي الاتجاه، وهنا عندك فيرتيكال ستريس هو اقل ستريس يصير عمودي عليه. فمثل بالنورمال ستريس الاقل ستريس عندك هنا اس فيرتيكال اكبر من اس اتش ماكس واكبر من اس اتش من، بالستراك سليب لا عندك اكبر واحد يصير عندك اس اتش ماكس، والمتوسط عندك فيرتيكال ستريس، وعندك اس اتش من اقل واحد. بالريفيرس لا عندك الفيرتيكال ستريس راح يصير عندك اقل واحد. فانت ضروري تعرف هذا، ليش ضروري تعرف هذا؟ حتى تعرف اتجاه الفريتشر وين يصير. يعني هسه بالنورمال نورمال فولت يصير عندي فريتشر بيربنديكولار على اس اتش من. ليش بيربنديكولار على اس اتش من؟ لان انا عندي اس اتش من هو اقل ستريس عندي بالموجود. اذا بسترايك سليب فولت فريتشر هم يصير عندك عمودي على اس اتش من، بس بالريفيرس فولت راح يصير فريتشر عمودي على فيرتيكال ستريس اللي هو راح يصير فريتشر مثل افقي، هم راح نجي عليه. هذا اللي موجود الصخور بالطبيعه، شلون تعرف انت المنطقه، انت من هذا تشوف المنطقه انت تقول هذا المنطقه مثلا نورمال فولت او ريفيرس فولت او سترايك سليب فولت. مثل ما تشوفون هذا الطبقه عندك، هذا الطبقه هذا فولت، هذا نازل جوا، بما انه هذا نازل جوا معناه عندي نورمال فولت. هنا هم نفس الشيء، هذا شوف هذا ويا هذا، من هذا ويا هذا هو نفس الشيء، وهذا نازل ما أنا عندي نورمال فولت. يعني انت تقدر تعرف من طبيعه، يعني جيولوجيين من يباوعون على الجبال وعندهم مثلا جسمه يعرفون نوع الفولت. هسه مثلا عندك هسه هذا بالضبط، هاي الاشجار بصوره مستقيمه مثل ما تشوف ايش صاير عندك، صاير عنده شكل يعني شوي رايح لغات، فهذا سترايك ستيب فولت، هذا سترايك ستيب فولت، وهذا ريفيرس. فالجيولوجيين من خلال ملاحظاتهم بالجبال، يعني من الجبال اذا تعرف انت شلون تعرف اتجاه الستريس مالتك، فمن جبال تقدر تعرف كفتشي نظري. وهذا مثلا بالوادي هذا متحرك، هاي الجهه صاير، فهذا سترايك ستيب فولت وهذا ريفيرس فولت. نجي على تايب اوف ستريسز، كم انواع عندي؟ هوايه انواع من ستريس، بس راح ناخذ الاكثر شيء شائع بالستريس. عندك تكتونيك بليت، هذا الحركات التكتونيه اللي عندي اللي هو دائما ياثر لي كلش هوايه بالستريس. فاكثر شيء اللي ياثر عندي بالستريس الموجود بالارض عندك تكتونيك بليت. هذا تكتونيك بليت اللي هو هاي صفائح قاريه نسميه، هاي صفائح قارية الموجودة نتيجة اصطدام واحد باللاغ راح يسوي لي ستريسز واحد على الثاني. هذا الصفائح قارية تكون في حركة مستمرة واحد باتجاه الثاني أو بعكس الاتجاه، فمثل ما تشوفون يولد لي اتجاه على ستريس. فمثل ما تشوفون نتيجة حركة الصفائح قارية، شوف هنا متباعدة أحمر بتباعد في سوال ستريس بالتباعد، وهنا لا كومبريشن سوال. فمثل ما تشوفون هنا المناطق الجبال مع الجبال يصير نتيجة تحرك صفيحتين واحد باتجاه اللاف، يصير عندي كومبريشن، فيصير عندي تكون الجبال. إذا صار عندك شو اسمه بعكس الاتجاه راح يصير عندك تنفتح هذا الطبق. هسه نيجي على اهم شيء، على تصرف الصولت في الطبقات تحت الارض. مثل ما وضحنا لكم بالوول كنترول ذاك المره، طبقات الملحيه التصرف مالته يختلف. شوف من 0 لل 200 متر يتصرف سلايتلي كونسوليديتد، يعني فد يعني طبقه يعني تقدر تشوفها عادي لاير كونسوليديتد. من 200 لل 350 consolidated elastic، يعني طبقه قويه consolidated
ومن 350 فما فوق يصير عندي بلاستيك. ليش هذا التغير؟ لان هذا الصوت راح يتاثر بهاي بريشر هاي تمبرتشر. كل ما حراره يصير عندي بالطبقات راح ياثر على الفولت، فمثل ما تشوفون راح يغير الخواص مالته من سلايتلي كونسوليديتد الى كونسوليديتد، ومن كونسوليديتد الى بلاستيك. مثل ما تشوفون حتى التغيير اتجاه الستريسز بالطبقات الملحيه راح يتغير، لان الملح مثل ما تشوفون هنا، هنا هذا ملح عندك بالطبقات اللي جاي احكي لكم مثلا اكثر من 1000 متر، هاي الطبقه الملحيه نتيجه الحراره العاليه والضغط العالي هذا يتصرف مثل تصرف فلود مو تصرف فلود، فاي اجهادات عليه راح يصير طبقات الملحيه تصعد الى فوق مثل ما تشوفون، راح يتغير لي الاجهادات في هذا المنطقه. هسه نجي على شلون نطلع قيم الستريسز. نطلع قيم الستريسز عندي density load. density load انزله اطلع كثافة الصخور، نطلع كثافة الصخور اجمع هاي الكثافات راح يطلع لي vertical stress. مجرد بس تجمع كثافات معادلة مالته هاي التعجيل الارضي في density في الديب، مجرد تجمعهن يطلع عندك vertical stress. وإذا أنت مثلا تحفظ بالأوفشور هذا هو وزن الوتر ووتر ويف، وهذا عندك الطبقات. هسه نجي على بالمختبر عندي يانج موديلز، شلون أسوي تجارب باليانج موديلز. أنا عندي هذا الصخور عندي الكور بلاك، أجيبه أسلط عليه فورس مثل ما تشوفون هذا فورس، فورس ديفييتد باي أي يطلع لي ستريس، هذا اللي هو هذا ستريس، وعندك من هاي الجهه سترين. السترين اللي هو عندي السترين شو المعدل؟ دلتا ال على ال، يعني ايش قد صار عندك التشوه هذا دلتا ال، ايش قد صار عندك تقسمه على ال، هذا عندك ستريس وهذا سترين. وهذا تسوي تجارب مختبريه تسوي كيرف بين ستريس وسترين تطلع يانج موديلز. يانج موديلز معادلة مات اللي هو هذا يانج موديلز، هذا شو نسميه تجارب مختبرة استاتيك موديلز. كل ما عندي هنا هاير سلوب كل ما عندي سلوب عالي لليانج موديلز، هذا كل ما سلوب عالي معناه عندي استفار الماتيريال او استفار روك، فكل ما عندي هذا شو اسمه عالي معناه عندي الصخرة كلش قوي. هسه نجي على بويزن ريشيو، وهذا معادلات البويزن ريشيو بالمختبر. مجرد اني اقسم التغير بالحجم الطولي على تغير بالحجم الاكسيال على اللاترال على اكسيال، فالتغير بالطول ايش صار عندي دلتا ال على ال اقسمه، هذا عندي دلتا ار على ار اقسمه اطلع لي بويزن ريشيو اللي هو هذا بالمختبر اسويها اللي هو ستاتيك موديلز. هذا شير موديلز، احنا قلنا اثنين تعرفه كافي اللي هو عندك يانج موديلز وعندك بويزن ريشيو. وهذا شير موديل، شير موديل شنو؟ مجرد اسلط قوه باتجاه موازي على اتجاه الفورميشن فراح راح ينطيني الانجل ثيتا، الثيتا بالراديان هذا معادله مالته، شير ستريس ايش قد ستريس مالته تقسمه على الزاوية، بس الزاوية تسوي بالريديان مو بالدجري، يطلع عندك قيمة الشير مودلز. قلنا إذا أنت هذا معادلة، إذا عندك يانج مودلز وبويزن ريشيو، عندك هذا يانج موديل وعندك بويزن ريشيو، تقدر تطلع شير ستريس بدون ما أنت تسوي هاي التجربة المختبرية. فهذه التجربة المختبرية إذا تسوي إذا تسلط قوة بهاي الاتجاه راح يصير عندك زاوية، هذا الزاوية تطلع من تطلع الزاوية تقدر تطلع شير موديلز بالمختبر. وإذا عندك يانج موديلز وبويزن ريشيو من هذا الاثنين تقدر تطلع شير موديلز. هذا بالك موديلز اللي هو أني أسوي ضغط بثلاث من كل الاتجاهات أقلص حجم مالته اللي هو قلنا عكس الكومبرسيبلتي، يعني هذا معادلة مالته الستريس على تشينج ان فوليوم على اوريجينال فوليوم، يعني ايش قد كان اوريجينال فوليوم مالتك وايش قد يتغير نتيجه تسليط القوه اللي هو عندك هذا الكي
compressibility اللي أنا أستخدمه بالمقامين اللي هو واحد over bulk models. إذا عندي young models poison ratio, هذا young models poison ratio أقدر أطلع من قيم young models poison ratio أقدر أطلع قيمة bulk models. هذا معادلات واحد مرتبط بالثاني. إذا تريد shear models عندك هذا معادلة مالته. إذا عندك young models شوف هذا young models عندك هذا الجيل اللي هو shear models ويا poison ratio. poison ratio عندك هذا المعادلة مالته young models ويا shear models وعندك هذا plane strain models اللي هو E bar. نجي هذا قيم الكلي شكد يعني تقريبا يطلع قيم مال young models مالته وعندك poison ratio. poison ratio هنا لازم تعرفون قيم مالته هنا نسينا نذكره. poison ratio لازم أكبر من واحد وأقل من 0.5. ما عندي poison ratio أقل من 0.5 فمثل ما تشوفون ما عندي قيم يعني عندي هاي بوست تشوك اللي هو تشوك أكثر شيء يصير نشوف مثل 0.35 وعندك كلاي 0.4 أكثر شيء عندي ساندستون يصير عندك بوينت بويزن ريشيو اللي هو 0.45 بس ما يتجاوز قيمة 0.5 أكثر قيمة للبويزن ريشيو اللي هو 0.5. هسه نجي على دايناميك ميجرمنت. هسه احنا كل هذا المحاضرة كان شيء مبسط اللي هو طلعنا قيم بولك موديلز وياج موديلز بويزن ريشيو شير موديلز في المختبر اللي هو ستاتيك تيست. هسه نجي على دايناميك تيست. اي سؤال اي استفسار عندكم هو 3 دقائق بقى حتى قبل لا تسمع عادي اي واحد عنده سؤال خليه يسأل خليه يفتح المايك قبل لا نشرح ال السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ الـ AMOL ينطي قيمة دق الدايناميك ولا الستاتيك؟ الستاتيك ينطي قيمة دق اللي هو تستخدمه في فراكتشرينج في ويلبورد ديزاين اللي هو ستاتيك. بس انت ستاتيك كلها في مالته كلش عالية ما تقدر انت كل مثلا متر تاخذ الكور من بير وتسوي له ستاتيك موديلز. فانت بس اللوج الدايناميك لا ينطيك هاي القيم عادي انت كل سنتيم عندك هاي القيم تقدر تطلع دايناميك موديل تسوي له. تمام شكرا استاذ. هلا وسهلا. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام. انا استاذ يعني بالصور اللي طلعتها قبل شويه صوره الفولت ايه انا ايش بدي اعرف اتجاه الاجهادات بدي اعرف هذا ريفرس لو نورمال. شلون تعرف اتجاه الاجهادات؟ هسه نجي عليه. عندي اكو ايمج لوج عندي لوجات هسه راح نجي عليه شلون تعرف هذا الاتجاه اتجاه الاجهادات بالضبط وين صاير عندك. وعندك حتى مثلا التراكيب الموجوده على الارض قدام عينك مثلا بالجبال بالجسم مثل ما قلنا هذا. اذا تريد تعرف الاجهادات بالضبط وين يصير عندك فاذا انت تعرف الفولت نورمال فولت او ريفرس فولت او ستراكس فولت فانت تقدر تحدد الاتجاه. هذا يسموه جيولوجيكال رول اوف ثامب يعني جيولوجي عنده رول اوف ثامب مالته نتيجه بالجبال يعرف هذا اذا عندك فولت يعرف الاتجاه مالته. وإذا أنت تريد بالبير تعرف فهسا راح نجي عليه. عندي إيميج لوج عندي أكو لوجات سونيك لوج هم شو اسمه يطلع لك أنت اللي بيا اتجاه صاير عندك مينيمم ستريس وماكسيمم ستريس. فيرتيكال ستريس هو عادي كل واحد يعرف الفيرتيكال ستريس راح يصير اتجاه عمودي للأرض نتيجة جرافيتي فورس اتجاه مالته يصير على اتجاه جرافيتي فورس. الماكسيمم والمينيمم انت تطلع من اللوج او من الجبال وهذول الاتجاهات مالت انت لو تعرف بس مثلا اس اتش مين بقيه كلها تقدر تطلعها الجراف تبين والبقيه الزوايا بيناتهم 90 درجه 90 درجه اللي هو عندك بين فيرتيكال ستريس ومينيمم ستريس وعندك فيرتيكال ستريس وماكسيمم ستريس عندك 90 درجه بيناتهم. تمام سؤال استفسار ثاني